وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: كيف نجيب الذين يقولون أن التصويت للمنتخب الأحسن أخف الضررين؟ بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيك إن مجرد الدخول في الانتخابات هو أكبر الضررين، لأنه قبول بالمساومة، قبول بالمساومة. نعم، فلو أن أهلا قال نصوت للقرآن أنقبل عما نقبله، فلو ضمننا الفوز 100% فإنه لا يجوز، لأننا قد عرضنا القرآن للقبول والرد. فلهذا بارك الله فيه المسألة في حد ذاتها والانتخابات من حد ذاتها تعتبر مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن الله يقول للتذكر كالأنثى، ويقول أخرج على المسلمين كالمجرمين، ويقول أنحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الصوامح ومواراتهم ساء ما يحكمون. فإنه من شارك فقد قبل بالتسوية بين المسلم والكافر والمطيع والعاصي وبين الرجل والمرأة. لهذا القضية في حد ذاتها معصية، والله الموفق. بارك الله فيكم شيخنا.